هل أنت نجم في السياسة أو الرياضة أو الفن؟ هل تتقبل الانتقاد؟ ألا تعترف بالخطوط الحمراء؟ هل تكره لغة الخشب؟ مرحبا بك في لمن يجرؤ فقط مع بشرى الضو على راديو بلوز. السلام عليكم ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على راديو بلوس لمن يجرؤ فقط. جريء هذه الحلقة حير انتخابه عمدة على مدينة البوغاز الكثيرين. ضغط، ترهيب، نفوذ وتهديد، اتهامات صاحبت انتخابه على رأس مدينة طنجة عمدة عليها. إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي، مقولة لا تنطبق أبدا على جريء حلقة اليوم من لمن يجرؤ فقط حسب منتقديها، بل إن هناك من ذهب أبعد من ذلك وحور هذه المقولة وألف أخرى ليقول ليس الفتى من يقول ها أنا ذا بل الفتى من يقول كان ولا زال أخي. جريء حلقة اليوم من لمن يجرؤ فقط مستمعين ومشاهدين الكرام هو السيد عمدة مدينة طنجة فؤاد العمر، ومن النسب نستخلص أنه الأخ الشقيق للفاعلية السياسية المثير للجدل إلياس العمري. إذن سي فؤاد العمري، مرحبا بك معنا على راديو بلوس، ومرحبا بك معنا جيري على برنامج من يجرؤ فقط. شكرا على الاستضافة، شكرا لراديو بلوس، شكرا لك وللبرنامج الذي أصبح يأخذ مكانته في المشهد الإعلامي السمعي وعلى راديو بلوس. الجرأة يجب، الجرأة أقول يجب أن ترتبط بالصدق، فالجرأة بدون صدق في الكلام لا معنى لها، تكون فقط إثارة. وبالتالي أتمنى أن يكون هذا الحوار حوار نقول فيها المعطيات كما هي، وأريد أن أسجل الملاحظة الأولى على التقديم. مرحبا. فمن تم ترغيبه ومن تم تهديده ومن تم يعني الضغط عليه، هذا كلام مردود عليه، كلام لخصوم سياسيين. فالانتخابات عندما تم ترشيحي من طرف الحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه، وبعد ذلك ترشيحي من طرف أغلبية المسيرة للمجلس الحالي في إطار ميثاق الحكامة الجيدة، لم يكن هناك ترغيب ولا ترهيب. كان يعني هناك، سأعود معك إن كان ممكن سيد فؤاد العمري لهذا الموضوع ديال الترهيب وديال التهديد وديال النفوذ. لا، كما أن يجب أن نجيب على ملاحظة فقط على التقديم. التقديم يعني هو تلخيص لمجموعة من الأسئلة التي سأطرحها عليك إن كان ممكن سيد فؤاد العمري. قلت يعني هناك يعني عدد كبير من المعتقدين ديالك يقولون بأنه أنت يعني ليس الفتى من يقولها أنا ذا بل الفتى من يقول كان ولا زال أخي. وفي نهاية التقديم قلت بأن أنك عرفتك أولا بأنك عمدة مدينة طنجة، وعرفتك كذلك بأنك الأخ الشقيق للفاعل السياسي المثير للجدل إلياس العمري. أنا إلياس العمري أنا عندي لا هو مزيان، لا بس عليه مزيان، كتشوفو مزيان طبعا فوقاش ما تحتنا الفرصة كنتشوفو. واحد ساكن طبعا، واحد ساكن في الرباط، واحد ساكن في طنجة، ملي كنتلاقاو عند الوالدة، ملي كنتلاقاو عند بعضياتنا كيعطيك التعليمات. وبغيت نقول لك كيعطيك التعليمات؟ لا، حتى واحد ما كيعطي تعليمات، وما ولفناش حنا في عائلتنا كيعطي شي واحد التعليمات الآخر. كما أنني ما عنديش شق أخ واحد، عندي تبارك الله 8 ديال الإخوة أشقاء وربعة ديال أبرز يعني أبرزهم مع فؤاد، ما كنعرف فؤاد وربعة ديال وربعة ديال الأخوات كذلك. وبالتالي ما شاءت الصدف أن يكون هو فاعل سياسي وأنا أيضا فاعل سياسي، وطبعا فاعل سياسي برغبته. طبعا فاعل سياسي كل برغبته، هذه مسألة طبيعية، كل برغبته بإلحاح منها برغبته. لا لا، كل برغبته، حتى واحد ملح على الآخر باش يدير السياسة. شاءت الصدف أن في مرحلة معينة من حياتنا غادي نلقاو راسنا كنديروا السياسة وكنساهموا في الفعل السياسي. وأعتقد بأنه المغاربة كاملين كيديروا السياسة، إلا واحد كيديرها في إطار في الفعل السياسي أكثر من الآخر، أنت أم إلياس؟ هذا تقييم خصو، ماشي أنا اللي غنديرو التقييم، خصو يديرو الرأي العام ولا التقييم يديرو المناضلين ديال الحزب اللي كنشتغلوا فيه.
ماشي احنا اللي لماذا يعني هاد الناس يعني هاد المنتقدين ديالكم الخصوم ديالكم يقولون لولا الياس العمري لما كان فؤاد؟ الخصوم ديالي كيف ترد على هذه؟ لا الخصوم ديالي يمكن اكيد كتسمعها. لا الخصوم ديالي يمكن يقولوا اكثر من داك الشيء. انا كان بصيغه اخرى كيف ما كان المسؤول مهما كان يعني المسؤوليه اللي كيتحملها في سواء على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني سواء في مؤسسه حزبيه او في مؤسسه اخرى خصو يتحاسب ويتنتقد العمل اللي كيقوم به ماشي شكون اللي سبق ولا شكون اللي جا ولا شكون اللي دار ولا شكون اللي كذا. انا اللي كاين وهو انه انا منتخب، المنتخبين كيصوتوا عليهم المواطنين ماشي كيصوت عليهم الاخ ولا الاخت. نعم يعني مادام تي جبتي هذا الموضوع ديال الانتخاب ديالك عمدة على مدينه طنجه، الم يكن لإلياس العمري يد مباشره يعني في انتخابك عمدة على طنجه؟ نهائيا والعكس تماما. فإلا كنا كنشخصوا الامور بهذه الطريقه ما كنظنش انه كنكونوا كنمارسوا الفعل السياسي النبيل. وكذلك اذا كانت بلادنا كتشخص ما الامور لا خوك. لا اذا كانت الامور كتشخص بهذه الطريقه ما عمرنا ما نمشيو لقدام، لانه عندنا مؤسسه حزبيه، عندنا مؤسسه حزبيه. اذا كان الاخ ديالي يمكن يقترحني في الحزب اللي كنتمي ليه والعكس تماما هو كان ضد الفكره. ف نستوقفك هنا، يعني كيف يكون يعني كيفاش غادي يكون هو ضد الفكره؟ كان يعني كيحاول ما امكن انه مادام هو فاعل سياسي في الحزب اللي انا كنتمي ليه كذلك كان يفضل دائما باش ما ماشي كاملين يعني العائله واحد كيدير السياسه بركه ماشي يعني جوج ولا اكثر. ربما ما واثقش في القدرات ديالك. لا ماشي ديالك. ماشي كيسيون ديال الوثوق، توزيع الادوار في الحياه العائليه ياك يعني منين كيكون واحد الاب عنده ثلاثه ولا اربعه الاولاد ما كيبغيش باش يمشيو يديروا حاجه واحده كاملين بهم. عادي جدا، انا صحفيه عندي اخ ديالي صحفي. لا ممكن انني نعاونه، علاش ما يعاونكش الياس؟ علاش ما تقولش انه كيعاونك عادي؟ لا الا طبعا راه كيعاونني في حياتي الخاصه وراه عاونني ومساله طبيعيه جدا. حياتك السياسيه لماذا؟ لا حياتي السياسيه لانه مرتبطه بالانتخابات، كيفاش غيعاون؟ انا خصو يصوتوا عليا المواطنين واش يجي يهضر معاهم؟ واش يجي يهضر معاهم يقول لهم صوتوا على فلان؟ قال عنده سلطه، عنده نفوذ. لا ولكن السلطه عند ذاك المواطن البسيط، الا كان شي واحد كيمتلك السلطه على ذاك المواطن البسيط اللي كيسول في المناطق النائيه هنا في طنجه ياك؟ لا اعتقد ذلك. اذا كان في المرحله الاخرى والمرحله الثانيه ديال ترشيحي على راس مجلس مدينه طنجه كعمده للمدينه، كنقول لك راه مر بمراحل سياسيه واضحه جدا وفيها الوضوح اكثر ربما على المستوى الوطني، هي الوضوح اللي كان في المرحله ديالي. طيب يعني سيد فؤاد العمر، يعني دعني اواجهك يعني في هذا الاطار، يعني اواجهك بما يقال حولك. اكيد اننا هنا في برنامج لمن يجرؤ فقط، اكيد يعني قبلتي انك شروط البرنامج ترتبط وبدون لغه الخشب. اكيد كتسمع بانه قبل يعني في موازاه مع الانتخاب ديالك قيل ما قيل حول انه كان هناك ترهيب، كان هناك تهديد، كان هناك استغلال للنفوذ، كان هناك فسخ. اسمح لي يعني حتى لا خصك تكوني عندك معطيات كامله. ساقدم لك كل المعطيات. انا ساقدم لك كل المعطيات اعتذر، يعني حتى يعني باش نفضيو هذه القضيه الراي العام. اكيد الناس ديال طنجه والراي العام حتى الوطني كل شيء باغي يعرف عن قرب شكون هو فؤاد العمري وكيفاش ولا عمده على طنجه. نعطيك المعطيات اللي عندي. غنقول لك شكون هو فؤاد العمري. فؤاد العمري واحد المواطن بسيط متواضع. هذه ما فيها شك. تابع دراسته، خذا البكالوريا ومن بعد خذا الاجازه في كليه الحقوق بالرباط ومن بعد خذا الماستر ياك في تدبير الشان العام المحلي بكليه الحقوق بطنجه وتسجل في الدكتوراه. والان شحال كنتي عايش في طنجه قبل ما تولي عمده؟ قبل ما نولي عمده زياد من 12 سنه وانا عايش في طنجه قبل ما نولي عمده. نعم حسب الخصوم ديالك 12 سنه غير كافيه انك تولي عمده. واش كاين شي معايير باش تولي عمده؟ اعتقد بانه تعرف هاد الدرب الدرب زنقه زنقه. لا المعايير يعرفوك الفئات الاجتماعيه ديال ديال طنجه. لا المعايير ديال الترشيح ولا شروط ديال الترشيح كينص عليها القانون، ماشي اي واحد يجي يدير المعايير من عنده ياك. وثانيا ياك انا تقدمت الانتخابات في 2009 ياك وصوتوا عليا المواطنين في بني مكدة ياك وطلعوني باش نكون عضو مستشار داخل مجلس المدينه. نعم جميل جدا. ثم بعد ذلك نعم. ثم بعد ذلك صوتوا عليا
يعني ثلاثة الأحزاب السياسية في إطار ميثاق الحكامة الجيدة يعني ببلاغ رسمي مازال كاين وشرطه مختلف وسائل الإعلام آنذاك، والبلاغ الرسمي ديال الأحزاب السياسية وقعوا عليه الأمناء العامين ديال الأحزاب السياسية ياك. ثم جاء الترشيح ديالي كعمدة لمدينة طنجة في واحد الإطار في واحد المسلسل واضح المعالم جدا. نعم هادشي كتقولوا السيد فؤاد عمري كما كيقولوا، ما جاو البوليس ما جاو كذا. نعم قلتي كيف ما كيقولوا. لا لا قبيلات وطالبتيني السي فؤاد العمري جاو الأمناء العامين للأحزاب وشرفوا على العملية ديال الانتخابات. السي فؤاد العمري طلبتني يعني قبل قليل بمعطيات، المعطيات التي لدي سأسردها عليك. مقاطعة بني مقادة، شكون اللي كان في التيت دو ليست؟ وكيل لائحة، وكيل لائحة محمد الحميدي. محمد الحميدي وان كان يعني نقول انا غادي ساسرد عليك الوقائع حسبهم يعني حسب الخصوم ديالك، ولا كان ممكن يعني ابتعاد صدر تخليني نكملها ابخي انت تجاوب. محمد الحميدي قيل بانه ضغط عليه حتى يقدم استقالته من تيت دو ليست. نشرح لك هذه شويه، نشرح لك هذه. النهار اللي تقدمنا الانتخابات الجماعيه ياك، ومن بعد عاد جاو انتخابات ديال الغرف. الاخ الحميدي كان تيت دو ليست وانا كنت ثاني في اللائحه ياك. هادشي اللي بغيت نقول لك. مزيان. طيرتو السيد من الاول باش طلع انت الثاني. اسمعني راه هذا حزب ديال المؤسسات ياك. بعد ما ترشحنا اصبحنا اعضاء داخل مجلس المدينه، الاخ محمد الحميدي ترشح للغرفه ديال الصناعه التقليديه، اصبح عضو في غرفه الصناعه التقليديه، ثم اصبح رئيسا للغرفه، ثم اصبح مستشارا برلمانيا باسم الغرفه. ياك انذاك وقع نقاش في الحزب ياك، وقعوا تقديرات داخل الحزب على انه الاخ الحميدي في ذاك المرحله ياك عنده عده مناصب ياك ومسؤوليات، ما يمكنش يجيب المسؤوليه ديال العمده ياك. فوق نقاش وقدم استقاله ديالو باش يتيح ليا الفرصه انا نكون عمده ديال المدينه. كاين انكم سهلتيو ليه الماموريه باش يكون في الغرفه ديال لا كنقبل، لا كنقبل نهائيا، كنقبل كنقبل بسنه ونصف. كذلك انه كانت هناك يعني عمليه فدلكه قانونيه للميثاق ديال الحكامه من اجل فسخ هذاك تعاقد، او ما باش يفهموا المواطنين كنقول لك باش نواجهك بما يقال خصومك. ما هذا الشيء اللي كيقولوا الخصوم ديالي شنو كيقولوا الخصوم ديالي؟ اسمح لي نشرح. ضغطتيو على التجمع الوطني للاحرار وعلى الاتحاد الدستوري وعلى العداله والتنميه باش يفسخوا هذاك التعنت، ما قدروش يواجهوا ما يسمى بالدوله العامقه. لا الخصوم ديالي كيهضروا على 2009، ما كيهضروا في الانتخابات ديالي ياك، كيهضروا على 2009. 2009 كان واحد التحالف ياك ما بين احزاب، قيل لنا بانه كاين تحالف ياك، ثم قيل لكم ام هو واقع؟ لا قيل لنا بانه كاين تحالف، لانه لو كان تحالف كان نجح، لانه ملي كيكون التحالف سمح لي نقول لك ما خليتوش ينجح. انا نقول لك شنو كاين، شوف لانه الحزب عنده مؤسسات، عنده مؤسسه وطنيه، عنده مؤسسه جهويه، عنده مؤسسه محليه. النهار اللي كيجي واحد في المؤسسه المحليه وكيدير وكيشتغل ياك وكيدير شي حاجه من تلقاء نفسه، ما كيتشاورش مع مع الحزب ديالو. طبعا هذا الشيء اللي وقع بالنسبه للاخوان ديال التجمع الوطني الاحرار وديال الاتحاد الدستوري يمكنك تسوليهم ياك. مباشره بعد النتائج بداو كيتلاقاو مع مختلف الاحزاب السياسيه، ثم في مرحله معينه دخلوا رؤساء الاحزاب السياسيه ديال طبعا اللي كيشرفوا على العمليه الانتخابيه بشكل عام، كما دخل الحزب ديالي اللي كنتمي ليه كذلك باش يشرف على العمليه الانتخابيه. ومساله طبيعيه جدا ندخل على مستوى مجلس الجهه الحزب. يمكن نعطيك مثال على مستوى مجلس الجهه. على المستوى المحلي كانت عندنا رؤيه اخرى في الجهه ديال طنجه تطوان، كانت تكون رئاسه ديال الحزب الاصاله والمعاصره، باعتبارنا ان كنا الاولانيين على المستوى الجهه ديال طنجه تطوان في 2009. دخل الحزب على المستوى المركزي وقال لنا لا ما غاديش نشدوا حنا الرئاسه ديال جهه طنجه تطوان، الرئاسه ديال جهه طنجه تطوان خص تمشي للاخوان ديالنا في التجمع الوطني الاحرار. وبالتالي تراجعنا واخا كنا بدينا نقاش مع مجموعه الاخوان باش ناخذوا الرئاسه. نفس الشيء بالنسبه لمجلس المدينه ديال طنجه، كاني كتكون نقاشات على المستوى المحلي، راه كاين الحزب عنده امتداداته وعنده القياده ديالو، الا ما كاينش انضباط للحزب والمؤسسه الحزبيه ما معناش ما كنديروش السياسه. وبالتالي شنو وقع؟ دخلوا فعلا الامناء وقياده الاحزاب السياسيه دخلوا باش يرتبوا تحالفات معينه
هي اللي أفضت في المرحلة الأولى إلى انتخاب الأخ سمير عبد المولى، وفي المرحلة الثانية وفي المرحلة الثانية إلى انتخابي على رأس عماد الطنجة. سمير عبد المولى لبس عليه بعدا؟ لبس عليه طبعا، شحال هذه ما شفتو مرة فوقاش ما كنتلاقاو في المناسبات عادي. مناسبات في المناسبات كان صاحبك قلبتي عليه. لا ما كاينش، هذا هذا وقائع من نو جبد هو كيقولها. اولا لا شوف اسمع لي، الا 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 بصح قالها لك ما قلعش ليا نقلا عن عدد من المقربين ديالو. ما تقوليش لا لا ما تقوليش داك الشيء اللي ما كاينش. انا كنقول لك نقلا عن عدد من المقربين قلبتي على السيد، واش انت احسن منه باش تكون عمده على طنجه؟ وخليني نشرح، خليني اعطيني سؤال. انا عطيتك سؤال وانا غنجاوبك وما كتخليش كمل سؤالي. لا قلتي لي قلبتي عليه، شنو قلبت عليه؟ اشرحي لي شنو قلبت عليه. وكنتي صاحبه ما بقيتيوش صحاب، السيد خرج من الحزب وانت تقلب عليه. لا شوف ما كانش صاحبي، كنت كتجمعنا المؤسسه الحزبيه كنشتغلوا فيها. الناس اللي بقاو معايا في المؤسسه الحزبيه مازال كنشتغل معاهم، والناس اللي مشاو للمؤسسه الحزبيه راه كنا كتجمعنا المؤسسه الحزبيه ما بقاتش كتجمعنا. وهذه القضيه قلبتي عليه ما كاينش نهائيا. شنو قلبت عليه زعما؟ راه شي حاجه قلبتي طابلو نقلبوها؟ هذه راه قلبتي عليه. دراهم السيف ديال بين المسائل التي اسمح لي السيد فؤاد العمري، ربما يعني الوقت ضيق، داكشي علاش كنحاول انني نطرح اكثر عدد من الاسئله التي تقارع الرؤوس. لا خلينا نجاوب. واش انا غادي تجاوب؟ غادي تجاوب في هذا الاطار. سمير عبد المولى، سمير عبد المولى من بعد ما خرج من الاصاله والمعاصره السيد دار واحد لا شوت ليبغ. السيد نزل المشاريع ديالو ما بقاتش، السيد يعني تم اشهار الافلاس ديال الشركه ديالو. زعما انا داير هادشي؟ يقال عند الحزب ديالكم عنده يد كتبت الصحافه اكثر من مره حول هذا الموضوع. لا لا نهائيا. شوف الكلام ما عرفتش، انا ما قلتش هذا الشيء. على كل حال انا اتابع لا انا اتابع وسائل الاعلام وما قلتش هذا الشيء، وما عمر شي وسيله اعلام قالت بانه انا امثل وسيله اعلام. وما يمكنش نطرح عليك سؤال هكا على هواي. لا لا اسمح لي. شوف ما يمكنش. شوف لانه الشركات في العالم وفي المغرب ياك كاين قانون كيحميها ياك، وكاين مسارات. ولا اعتقد بانه شي واحد في الحزب اللي كنتمي ليه كان كيسير الشركه مع الاخ سمير عبد المولى. وبالتالي باش يكون سبب فاللي وقع له نهائيا لا اعتقد بانه كاين شي واحد من الاخوان ديال الحزب سواء على المستوى المحلي. شرس الاصله والمعاصره امر ما غفرتيهوش ليه نهائيا. اسمح لي. شوف اسمح لي. شوف هناك انتقام كتنتقموا منه. الاصله والمعاصره ما كيسيرش قطاع النقل ولا قطاع الصيد البحري ياك، وكيعطي الرخص ولا كيحيد الرخص ولا كيركب الناس ولا كيزول الناس، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. يقال كاين هناك ملفات تحرك في الخفاء في الكواليس. شنو هما هاد الملفات؟ يقال انا كنقول لك ما خفي كان اعلى. لا لا يقول لي انا ما عرفتش، انا ما نقدرش نجاوب، انا ما نقدرش نجاوب لانه بكل صدق ما عرفش شنو وقع الاخ سمير عبد المولى في حياته المهنيه. الا سولتيني على الحياه السياسيه عليه ما كتسولش فيه. لا كنسول، كنتلاقاو عادي، كنسولو. كتعيط له في التليفون مره كنتعيط. واش تتعيط له؟ شنو تتقول له؟ لاباس؟ عادي لاباس في المناسبات عادي، مساله عاديه جدا. دابا هو يعني شركته يعني مفلسه دابا، ما عنديش معطيات وما كنسولش في الحياه المهنيه ديال الجميع حتى الناس اللي بقاو معايا في الحزب. نهائيا حنا كنديروا السياسه ماشي اللي بغى يسير الشركات. طيب ولا يدير علاقه ديال تسيير الشركات يمشي يقلب على جهه اخرى. تسيير الشركات ننتقل معك الا كان ممكن. قلتي الشركات تسيير الشركات، وانا عندك شي شركه؟ طبعا ولي انا ما خدمتش كنعيش. باش كتعيش؟ صحابك كيعيشوا ولاش بالسياسه؟ انا نعرفهم حيت كيقولوا وليتي درتي لاباس. واش صحابك الناس كيعيشوا بالسياسه؟ كيعيشوا بشي حاجه اترافير السياسه. لا انا قبل ما ندير السياسه قبل ما نكون مسؤول حزبي، ولا كنكون مسؤول قبل ما نكون مسؤول في مجلس المدينه، وقبل ما نكون مسؤول في البرلمان، انا رب اسره. كنخدم باش نجيب طريف الخبز لولادي. طبعا عندي شركه والناس كاملين كيعرفوها، الشركه ديال التعليم الخصوصي، عندي مدرسه خصوصيه. شحال كتدخل عليك الفلوس؟ ما انت ماشي مجيش على الحسابات باش نقول لك شحال كتدخل على الفلوس. هادشي اللي يقولوا مجيش على الحسابات اعلاميه ولكن ماشي انا غير نطمئن على وضعك المالي. شحال كتخلصي انت في الراديو؟ هذا
شوف نهار نكون سميتي فؤاد العمري نجاوبك. لا بغينا نطمئنوا لانه علاش انا ماشي ما كنطرحش اسئله غير هكا. انا مواطن عادي. قال بان فؤاد العمري دار لاباس في السياسه. لا انا مواطن عادي ما عمري ما درت لاباس لا من السياسه ولا كنظن. شوف السياسه ما كيديروش منها الناس لاباس باش نقول لك بكل صدق. انا مواطن عادي كيعيش 3 مليون. اسمح لي. لا لا شوف كان اخو 3 مليون طبعا حتى هي فلوس وبزاف ديال الناس ما لقاوش حتى يعني 10% منها في المغرب اللي كنعيشوا فيه ياك. هذه مساله عاديه طبعا. انا عندي واحد المسؤوليه كبيره على راس مجلس المدينه ومجلس المدينه ماشي كيعطيك شي صالير كبير ياك. كيعطيك صالير بسيط بزاف ياك. شحال 5500 درهم العمداء المدن الكبرى 5500 كتاخذوها صافي. كناخذوها صافي. ما عندناش الصالير وهذا هو النقاش اللي كاين دابا في البرلمان وكاين حتى في. ولكن انتي عمدة مدينة وما عندكش الشركة وما عندك كيفاش غادي دير تعيش؟ وهذا هو الإشكال اللي مطروح. ولاش شدك السياسة كاع؟ وعلى كل حال هذا إشكال مطروح لأنه العمل الجماعي في المغرب وتدبير الشأن العام المحلي مازال عمل تطوعي. ياك. وبغيت نقول لك ما كاينش شي حاجه لله في سبيل الله. لا ما كاينش شي حاجه لله في سبيل الله وهذاك الشيء اللي كنطرحوها حنا. وعلاش واقعين المشاكل في الجماعات المحليه؟ واقعين المشاكل في الجماعات المحليه في المغرب لانه كنطلبوا المنتخبين باش يديروا واحد المجهود باش يقابلوا المدينه. كيفاش غتقول لي انا العمده ديال الدار البيضاء مثلا يقابل المدينه يسمح في خدمته؟ لانه مدينه كبيره خصك تسمح في خدمتك وخصك تسمح احيانا في ولادك وباش تقابلها وفي الاخر تخلص 5500 درهم. كطالبوا دابا بتعويضات الوزاره. لا ما كنطالبوش بتعويضات الوزاره. هذا الشيء اللي خدينا شفنا التصريح في يوميه الصباح على لسانك. لا انا قلت ماشي ما صرحتش نهائيا هذاك تم نقلو. تم نقلوه من شي دواء ولا شي لقاء. تم نقلوه بشكل غلط. انا كنقول بانه العمداء المدن المغربيه لا ما خصهاش تقل ياك الصالير ديالهم على الصالير ديال البرلماني. بشرط انا دفعت عليها واخا الاخوان داخل الجمعيه ما متفقينش معايا ياك وبزاف الناس ما متفقينش عليا. حاله خصها تكون حاله تنافي ما بين عمده وبرلماني هذه وتكون عنده المندا باش يخدم المدينه حتى لا يسمح في خدمته ويكون عنده كذلك ماشي غير المندا يكون عنده حتى التقاعد ياك. لانه ما يمكنش انا نجي نسمح في خدمتي ونسمح في الحوايج ديالي ياك ونخدم. هذا عمل تطوعي. يمكن يقول لي واحد طيب. نجي نخدمو نديرو انا لقيت لك, الحل. شنو هو؟ ما تبقاش عمده على المدينه ديال طنجه وتجي الانتخابات ودخلوا مع الاغلبيه الحكوميه وكون وزير. اذا قرر الحزب ذلك سامتثل للامر. نعتقد انه سيقرر ذلك. انا مسؤول داخل الحزب. الياس العمري ما يلقاش محسن من خاب باش يديروا في يكون وزير. على كل حال المعمري ما قالليش داكش. وقال بان فؤاد العمري كيشري الصحفيين. هل هذا صحيح؟ شرك شي واحد شي نهار. انت واحد ما يقدر عليا. غالي عليهم بزاف ولا شي واحد سولت له نفسه غنديروا سكوندال. الا كاين شي مسؤول في شي مدينه في المغرب شوف كتبت عليه الصحافه وكتبت عليه بشكل سلبي هو انا. إلا كنت هذا الاتهام صحيح كانوا على الأقل يكتبوا عليا مزيان. أنا في عمر ديال المجلس الحالي اللي خدمت قرابة 5 سنين أقول لك 80% من الكتابات اللي تكتبت كانت كلها انتقاد. هو اللي ما تاخذش الفلوس. لا كانت كلها انتقاد. طنجة ما عمرها شي حد كتب عليك خايب. لا لا شوف لا شوف كيكتبوا بالعكس. يمكن تصفحي الجرائد المحلية والمواقع الإلكترونية كل واحد كيكتب. انا ما كيتشراوش. لا انا شوف يمكنك تسولي الصحافه هاد النوع ديال العلاقات ما تربيناش عليها. انا شخصيا كنقول لك انا كنتمي للجيل الجديد الفاعلين السياسيين. هاد النوع ديال السلوك ما تربيتش عليه ياك وما كنعرفوش ياك. وكذلك واحد الحاجه اخرى نقولها لك. انا لن يقلقني نهائيا باش يكتبوا وينتقدوا لي الصحافه نهائيا لانه انا كنخدم في المدينه والمدينه فيها مليون الساكنه. شوف ما يمكنش نعجب ليهم كاملين. اذا كنت كننظف الزنقه وكنشطبهم كل نهار ويدوز واحد مورايا ويلوح تما شي حاجه في ديك الزنقه ويشوفها شي واحد عنده الحق يقول بانه هذه العمده ما يسوى تبصله. شوف هذا وهذا الشيء
لا يحرجوني بالانتقادات اللي كتكون بناءه ياك كناخذ بها ياك وكنسمع ليها سواء جات من الصحافه ولا جات من مواطنين. على ذكر الانتقادات، فؤاد العمري يقال بانك نمر شرس مع العداله والتنميه، المعارضين ديالك في العداله والتنميه في مجلس المدينه ديال طنجه، وكتولي قط اليف مع اي واحد قريبه المرجعيه ديالكم، المرجعيه ديال الحزب ديالكم الاثره والمعاصره. علاش ما كتسمعش مع تسمعش ليهم؟ علاش ما كتبدش معاهم؟ بالعكس بالعكس بالعكس، يمكن انك تسولي الاخوان ديال العداله والتنميه، سولتهم يقولوا لك كل شيء. كيقول بان ما انت واحد الشخص اللي ما يعني ما كترضاش تجلس معاهم في نص الطبله، وكتبغي تبين انك كتبغي تتعاون معاهم، كاين شي اشراك حقيقي. الا كاين شي واحد كينتقدو انتقاد احيانا يكون حادا وشديدا، هو الانتقاد اللي كيديروه الاخوان ديال العداله والتنميه في اطار ممارستهم الطبيعيه والحق ديالهم الطبيعي في المعارضه داخل مجلس المدينه. احيانا كيقولوا الحوايج تجريحيه والاخوان كيعرفوها، ورغم ذلك كنتحمل لانه انا مسؤول. تجريحيه مثلا شنو كيقولوا في حقك؟ لا ما غاديش، ما كنتذكرش كلشي داك الشيء، ولكن راه كاين مثلا عزيز الصمادي المنتخب عن حزب العداله والتنميه في مجلس المدينه ديالكم، يعني اتصلت به يعني يوم امس باش نجمع عليك شي شويه د المعطيات. انا في الدار البيضاء يعني في طنجه، اكيد خصني ناخذ الاراء وكذلك يعني ديال المنتقدين ديالك. مثلا عزيز الصمادي كيقول بانه فؤاد العمري ما كانش كيحلم يكون عمده، وما كيجلسش معنا خصوصا، وتكلم يعني بالخصوص على مشروع طنجه الكبرى. انا غادي نجي نذكر على مشروع طنجه الكبرى. انا نهار السياق راه الحلم، طبعا هاد الكلام اللي كيتعلق بهذا الحلم اللي جا واحد المره في واحد التصريح ديالي، وراه ذكر عليه التسير من كيران واحد المره في برنامج حواري، ماشي معناه انه ما عنديش الحق نحلم نكون عمده، ولا ما عندوش الحق شي مواطن يحلم يكون عمده. السياق اللي جا فيه بانه احنا كمواطنين، ياك انا طلعت من المغرب العميق كما كنسميه، كيعرف الجميع الحصار اللي كان على المنطقة اللي كنتمي ليها، ياك وكيعرف الجميع كذلك بأنه المدن الكبرى شكون اللي كان كيولي فيه عمدة. وهذا هو الحي الخصوم ديالك. اسمح لي اسمح لي نكمل. من المغرب العميق كتحكم طنجة، كي درتي ليها؟ اسمح لي غير نكمل. تفضل. يعني هذا النوع ديال الحلم بالنسبة للمواطنين البسطاء بحالي واللي كينتميو للمغرب العميق، ما كانش ممكن في مرحله معينه انهم يحلموا يسيروا المدن الكبرى. ونعطيك امثله، لانه حتى اعطاني فرصه الحزب اللي كنتمي ليه، اعطاني فرصه ورشحني كما اعطى الفرصه لفاطمه الزهراء المنصوري في مراكش، واعطى فرصه لفاطمه السعيدي في الحسيمه، واعطى فرصه ليا انا في المدينه ديال طنجه باش نكون عمده. إذن هذه الفرصة أعطاها الحزب اللي كان تشرف بالانتماء إليه في إطار فتح المجال. نعم. أمام الطاقة الجديدة. واضحة. اللي ممكن توصل للمسؤولية. ولكن هذه الفرص اللي تحدثتي عليها يقال يعني كان هناك واحد مخطط من الأسرة والمعاصرة من أجل بين يعني بين معقوفتين من أجل استيلاء والهيمنة على المدن الكبرى في المغرب. اسمح لي شوف. الأسرة ربما يكون مخطط مشروع. لا الأسرة والمعاصرة كيسير جوج المدن ذات نظام وحدة المدينة، إذا ما كاينش شي حاجة سميتها الهيمنة. مخطط يعني على المدى البعيد. لا إذا ما كاينش شي حاجة سميتها الهيمنة، كل حزب كيخطط باش تكون عنده نتائج إيجابية في الانتخابات، وكل حزب كيخطط باش يتصدر النتائج ديال الانتخابات، وكل واحد وكل حزب كيخطط باش يفوز بالمدن الكبرى. هذه مسألة طبيعية جدا. الإشكال المطروح وهو انه جميع الاحزاب تتيح الفرص لكل المواطنين ولكل الكفاءات اللي كاين في البلاد ديالنا باش يتبؤوا مواقع المسؤوليه، ولا الاحزاب ديالنا فقط كتعطي الفرص للاسماء بعينها ولا للعائلات بعينها. هذا هو السؤال المطروح. ونجى السياق ديال الكلام ديالي بانه واحد المواطن بحالي في مرحلة معينة من تاريخ المغرب وكنسطر عليها. ما كانش ممكن يحلم بانه يكون عمدة ديال مدينة كبيرة. لانه تاريخ لانه في بركة لانه في بركة ديال الانتخابات. راه تيقولوا هذا الشيء لانه كيقولوا ما كانش كيحلم بها، يعني ربما يعني وسمح لي كيقولوا طعن يعني في الكفاءة ديالك، في الأهلية ديالك، في القدرة ديالك، ما عندك قواعد. شنو هي المعايير ديال الكفاءة وشنو هي المعايير ديال الأهلية؟ المعايير ديال الأهلية كيهضر عليها القانون واضحة.
ما عندكش شعبيه، يقال ما عندوش شعبيه السيد في طنجه. الشعبيه وشكون اللي صوت عليا وعلاش توافقوا الاحزاب باش باش هذيك توافق الاحزاب؟ يقال كانت هناك في دلكه قانونيه، ولكن البارح انا ترشحت للبرلمان ونجحت في اوج الحركه ديال 20 فبراير وفي اوج الاستهداف ديال الحزب الاصاله والمحاصره، وترشحت في البرلمان في 2011 بعد الحراك العربي ياك، وبعد كل ما وجه ظلما لحزب الاصاله والمحاصره، ولصاق التهم والمسار ديال المغرب كامل كانه جميع المسؤوليات وجميع النكسات اللي عرفتها بلادنا دارها البام، وخا البام تاسس يلاه في 2008. رغم ذلك ترشحت في طنجه ماشي ترشحت في مدينه اخرى، وانا الان برلماني باسمها في سميتو في البرلمان. طيب مشروع طنجه، طنجه ماد كيقال بانه كتنسبوا لنفسك. شوف هذا كلام جاك من فوق، هذا كلام مردود عليه. شوف حتى واحد في بلادنا ما ينسب شي حاجه للرسول، انه حتى واحد ما كيجبد الفلوس من جيبه باش يخلص هذه المشاريع. هذه الفلوس ياك ديال بلادنا كامله، والفلوس كتجي من الماليه العامه ديال الدوله. انا هو مول المشروع. سواء كنهضروا على الافكار، منين جاوا الافكار، جلاله الملك هو اللي سهر على اعطاء انطلاقه ديال مشروع طنجه الكبرى ياك، وهو اللي سهر كذلك على تعبئه المبلغ المالي المهم والكبير ديال هذا المشروع، لانه التعبئه الماليه ديال هذا المشروع كانت فيها مؤسسات مختلفه، والكل كيعرف بانه هذا العبد الضعيف بوحدي ما عمري ما نقنع هذه المؤسسات المختلفه باش نعبوا هذه الامكانيات الماليه. لذلك هذا مشروع اشرف عليه جلاله الملك، وحنا كننفذوا على المستوى. طيب ماذا يقال عن ولكن الافكار؟ نعم. يمكن اللي بغى يرجع. شوف يعني الدوره اعتقد الثانيه، لكن هناك خصام ويعني وكاين مشاكل بينك وبين الوالي حول هذا المشروع. لا ما كاينش مشاكل، ما مخاصمش مع الوالي نهائيا. نهائيا سي فؤاد انا ما كنتخاصمش. شوف نقولك واحد الحاجه، مخالف معاه، خلي لغه الخشب كما قلتي. شوف وراه انا من اجل قول الحقيقه، الا كنت كنختلف مع الوالي راه كنختلف حتى معك دابا عادي، وكنختلف مع اي مسؤول. لا داكشي عندكم مشى بعيد. لا شنو شنو معناه مشى بعيد؟ وشوف راه هادشي كيتقال عليكم. ما كنهضروش ما كنجتمعوش. لا وراه غادي تجتمعوا بزز منكم، ولكن داك ماشي بزز منا اسمح لي. وشنو؟ السن يضحك للسن والقلب فيها. لا ماشي بزز منا نهائيا، حتى واحد ما يبزز مني نجتمع مع شي واحد. الا ما بغيتش شي واحد ما بغيتوش واخا يكون لي بغيتو. لا وراك تاع عمده ما غاديش تجلس مع الوالي، ما غاديش تحتاج الوالي. الا مدابز معاه ما تجلسش معاه. ريفي لا شوف انا اعتز بكوني ريفي ومغربي. لا ريفي ريافه كمان عفوا محرر. ماشي بهذا المنطق. شوف احيانا بعض الناس وبعض الاخوان سامحهم الله ياك كيحاولوا ما امكن يصطادوا في الماء العاكر. شوف العلاقه ديالي مع جميع مع السيد الوالي كعلاقتي مع مختلف المسؤولين اللي كاينين على المستوى المحلي. كل واحد كيمارس الاختصاصات ديالو ياك، وكل واحد كيقوم بالواجب ديالو. نهار اللي كتكون شي حاجه ياك خصنا نتفقوا عليها ولا خصها تجمعنا كنجلسوا عليها، كل واحد كيقول الراي ديالو وكنوصلوا للنتيجه وكنمشيو ننفذوا داك البرنامج. مشروع طنجه الكبرى ياك عنده لجنه ديال التتبع كيترأسها بقوه القانون، بقوه الاتفاقيه اللي صادقنا عليها امام انظار جلاله الملك السيد الوالي، وانا عضو في اللجنه ياك، وكنت ناقشوا على المشاريع ديال طنجة الكبرى. والحمد لله اللي غادي يجاوب على هذا النوع الأسئلة اللي طرحتي هو الواقع، واش المشاريع ديال طنجة الكبرى تنفذ على أرض الواقع ولا لا تنفذ. مهم كنظن أنه ما يمكنش هذا الشيء غير هكاك يعني يطلق الكلام على عواهني ولا وجود لي دخان بدون نار. مهم يعني دعني أسألك ربما يعني سؤال أخير. لا اسمح لي. نعم هذه المرة هذه المرحلة غيكثر فيها شوية ديال الدخان لأن الانتخابات جاية. هاد الانتخابات اللي جايه هي علاش بغيت ندوي معاك يعني باش نختموا هاد الحلقه على بركه الله. هاد الانتخابات اللي جايه الاصاله والمعاصره يقال ما بقاتش عندها الشعبيه اللي كانت في 2009. الا كان ممكن تخليني نكمل سؤالي. دابا يعني واحد هناك تحركات يعني توصف يعني بانها تحركات يعني مبالغ فيها القياديين ديال الاصاله والمعاصره يعني منذ سنه، لانهم عارفين بانهم غادي يدخلوا لواحد الحرب اللي هي ساخنه جدا. الاصاله العداله والتنميه يعني في عدد من استطلاعات الراي دائما يعني كنلقاو الشعبيه بن كيران مازال كاينه، مازال العداله والتنميه الناس نتوما كاصاله والمعاصره خصوصا يعني من بعد المغادره والاستقاله ديال فؤاد علي الهمه ومن بعد الالتحاق ديالته بالديوان الملكي يعني كمستشار
إلياس العماري بتاعد عن الأضواء، الأخ ديالك هو من أبرز وجوه الأسرة والمعاصرة. هادشي كله يعني عوامل كيتقال بأنه محال واش غتكتسحوا انتخابات الجماعية المقبلة عام 2009. إلا كاين شي حزب ما كنهضرش حيت أنا كنتمي للبام، شوف إلا كاين شي حزب كيتواجد على أرض الواقع ياك وكيتحرك بشكل مستمر ودائم على جميع المستويات المؤسسات الحزبيه، وهذا الشيء بالارقام، لا الاجتماعات المنتظمه من المكتب السياسي ولا المجلس الوطني ولا المجالس الجهويه ولا المجالس الاقليميه ولا المحليه ولا حتى الاجتماعات ديال المنتخبين، يعني والحراك اللي كاين داخل الحزب وكذلك المنظمات الموازيه للحزب والحراك اللي كاين واجتماعات المطارون الماراثون اللي كداروا التواصل ديال المناضلين ديال الحزب سواء كانوا مسؤولين ولا غير مسؤولين مع الراي العام. على شعبيتكم؟ لا لا، على الراي العام. الشعبيه غادي نقيسوها ان شاء الله نهار الانتخابات. شنو المؤشرات دابا؟ شنو التوقعات؟ المؤشرات هو يمكن نقول لك الالتحاقات اللي كاينه بحزب الاصاله والمعاصره ياك ما عمرو ما شهدها. كاين التحاقات كبيره وفي جميع الاقاليم والدواور، كلشي باغي يلتحق بحزب الاصاله والمعاصره، وهذا اول مؤشر ديال القوه والجاذبيه ديال الحزب من خلال الافكار اللي كيطرح ومن خلال التواصل ديالو مع المواطنين المستمر والدائم. كذلك التجارب اللي كيبني الحزب دابا على راس مجموعه من المدن المغربيه سواء مراكش ولا طنجه ولا الحسيمه ولا المدن الكبرى. لا المدن الكبرى. لا لا ماشي المدن الكبرى، بن كيلان مؤخرا مشى للتشيره. اسمح لي، ما كتمشيوش دوك المناطق الصغيره، ما كتعتمدوش عليها. بالعكس بالعكس، كنكونوا في الدواور ماشي فقط المناطق الصغيره ياك، كنكونوا حتى في الدواور عاد المناطق ديال وزان البعيده، ودرنا تجمعات ولقاءات رسميه ديال الحزب، ومشى الامين العام للمنطقه نائيه من وزان، خصك تمشي 120 كيلومتر في البيستا باش توصل ليها، وكنديروا فيها لقاءات. معناه انه الجاذبيه ديال الحزب كاين والحزب حاضر والنتائج غادي تبان غدا، والكل لانه الخصوم ديالنا كيقولوا بانه حنا عندنا الشعبيه ولا ما عندناش الشعبيه، هذاك التقديرات ديالو نهار اللي غتجي الانتخابات. طيب شعبيتك انت في طنجه مازال غيصوصوا عليك الناس؟ انت خصكي تسولي عليها، تسولي يمكن تخرجي بشكل. شوف الناس منقسمون حولك. لا شوف شوف سي فؤاد، انا جايه عندك البرنامج حافظه صوريه مزيان. الناس منقسمون حولك، ما غنقول لك شي معك شي معك شي ضدك. كاين اللي كيقول كيخدم هذا السيد الله يعمر له الدار، وكاين كيقول هذا السيد لا اله الا الله محمد رسول الله. ما غاديش نعجب الناس كاملين، ولكن ما بغيتش الناس يقولوا لك. بغيتك تشوفي لطنجه شنو كاين فيها. انا مسؤول على النظافه، مسؤول على الاراء العموميه، مسؤول على الطرقان ياك، مسؤول على ايصال الماء الصالح للشرب وتطهير السائل والكهرباء للمواطنين، مسؤول على تدبير شان المدينه، مسؤول على التسويق ديال المدينه. شوف واش هذا الشيء كاين، واش غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان بلا ما تسولي الناس. وشوفي واش كاين شي مدينه حاضره على المستوى الدولي بحال طنجه، شوفي واش كاين شي مدينه ياك فيها اوراش وفيها حراك اقتصادي قوي بحال المدينه ديال طنجه. سولي المقاولين، سولي المنعش العقاريين، سولي رجال الاعمال، سولي اللي كيفرش في الارض، سولي فين كاين الرواج الاقتصادي، شحال كنخلقوا من منصب شغل ياك، شحال من حركه اقتصاديه كاينه، شحال من بيع من دار كتباع، الارض شحال كدير، العقار شحال كيوصل. هادشي اللي غتسولي عليه وغادي يجاوبك ياك واش كاين خدمه. واخا في حاله مثلا ترشحتي دابا اكيد غترشح من دابا، راه كتوجد. لا ماشي كنوجد، كندير التسخينات. انا من نهار اللي بديت كنديروا التسخينات. لا انا من نهار اللي وانا على راس مدينه طنجه وانا خدام، الامر ديال الترشيح ديالي مو كل الحزب. الا قال لي غدا رجع اللور غادي نرجع اللور وعادي جدا. ولاو كيقولوا لك رجع اللور صراحه. شوف لا انا عندي سؤال، واش بصح انك ممنوع من مغادره ارض الوطن؟ هذا خبر نشرته يوميه الصباح، وقيل بان القياده ديال بام منعتك انك تمشي لخارج الارض ديال الوطن، وقيل بانه كتخلي المشاكل ديال طنجه يعني غارقه من طنجه في المشاكل ديالها. مشيتي الشيري ها في امريكا الجنوبيه، تبعتيها وقيله بالصفراء. انا نعاودك انا نعاودك بلا ما تشتهي. علاش مشيتي لهذا الشيء؟ ما كاينش بلا ما تشتهي. لا لا زعما بلا ما تشتهي. باش تجي باش تجي. ولا واه انا جايه مجتهده باش نحاورك يعني، ما يمكنش نجي غير هكا احاورك. مشيتي للشيلي من بعد فين مشيتي؟ صافي مشيتي من بعد. مشيت للشارقه في دبي. مشيتي دبي ومن بعد دبي فين مشيتي؟
انا مشيت حتى البلاصه. كنتي غتمشي اسبانيا؟ منعوك؟ لا لا، مشيت لبروكسل سمارت اكسبو مورا. ومساري مع راسك؟ شوف على كل حال، واش مساري مع راسك ولا ماشي خدمه؟ مساري شنو خدام؟ شنو هو خدام؟ شنو كتخدم تما؟ شنو شي حاجه عندها علاقه بطنجه؟ لا لا، كنسوقوا المدينه ديال طنجه. هاد المشاريع اللي كدار في طنجه، شوف من ميناء طنجه المتوسط، التي جي بي، الميناء الترفيهي، المشروع طنجه الكبرى، هاد الشيء شكون باش غيعرفوه الناس على برا؟ باش غيعرفوه؟ الا ما كناش كنسوقوه، الا ما كناش كنديروا مجهود باش نسوقوه، الا ما يصطلح عليه بالدبلوماسيه الموازيه ولا دبلوماسيه المدن، شمن طريقه غاش غنديروها؟ ضروري خص نوزعوا الادوار داخل المدينه، وكل واحد يقوم بمجهود باش يدار. وزيدوا على ذلك، هل منعت؟ سؤال. لا, لا, لا، واش سمحت في المدينه ديال طنجه باش مشيت؟ لا نهائيا، كل شيء غادي مزيان في المدينه ديال طنجه. يمكن تسولي على اي مواطن شحال كيستنى الرخصه طيب ديالو باش تخرج. هل صحيح انه قياده البام منعتك؟ نهائيا. واش راه كاين، نشوف اللي كيمنع من الترشيح من السفر، راه كاين القانون. ملاحظات، عطاتك ملاحظات؟ ملاحظات. القياده الحزبيه ديما كتعطيني ملاحظات. ها انا نبغي الملاحظات ديالها. القياده الحزبيه كنديروا التقارير حنا على اي نشاط كنديروه، راه كاين المجله الرسميه ديال الحزب كدير الانشطه ديالنا. ملي كنسافر كدير، ماشي كنخبى عليهم، كلشي كيخرج. وكنديروا التقارير القياده الحزبيه، تقارير شهريه، شنو دار وشنو ما دارش. شنو الملاحظات عليك؟ وبالتالي على التقارير الشهريه كيسجلوا الملاحظات ديالهم. شنو الملاحظات اللي عليك تمنعوك؟ طبعا قالوا لي ما اذا كنت خص يكون نوع من التوازن ما بين، وهي ملاحظات كنقبلها. نعم. ماشي ما كنقبلهاش. ياك احيانا كيمشي اي مواطن كيتشكل القياده الحزبيه كيقول، وكاين ناس مشاو عند الامين العام للحزب وقالوا له بانه العمده ديال طنجه ما كيجاوبناش في التليفون. ياك قالوها. وقلت له السيد الامين العام، اللي كنكون انا في اجتماع في ثلاثه السوايع ما كتجاوبش باكوري في التليفون؟ لا ما سمعتش. مواطنين مشاو السيد الامين العام قالوا لي راه العمده ديال طنجه اللي كينتمي للحزب ديالك راه ما كيجاوبش الناس في التليفون. قلت له السيد الامين العام، اللي كنكون انا في اجتماع دابا انا معك في حوار، واش خصني نجاوب في التليفون؟ الناس كيسولوا في التليفون دابا. خلي التليفون ديالك عند شي مستشار ويبدا يقيد. انا لقيت لك الحل باش تعرف شكون اللي معيط لك، شكون اللي ما تيسول. كان احنا جبت لك الهضره على انه القياده الحزبيه على ضوء التقارير اللي كنديروا الشهريه كتسجل لنا ملاحظات وكتعطينا توجيهات، وهي مساله طبيعيه جدا. وحتى حنا ملي كتعطينا توجيهات راه كنجاوبوا، ملي كدير لنا ملاحظات راه كنجاوبوا. الحاجه اللي معقوله راه معقوله، راه الكمال لله، ماشي زعما حنا داكشي اللي كنديروا كامل راه هو هذاك راه مزيان. طبعا ملي كنديروا اخطاء راه كنصحوها، وانا من في التجربه ديالي راه حنا كنتعلموا كيفاش نساهموا في تدبير الشان العام المحلي، كيفاش نساهموا في التنميه ديال المدينه ديالنا. تبارك الله عليك السي فؤاد العمر، يعني كنتمنوا لك التوفيق. ها في الاخير تمنيت لك التوفيق ما كاينش. شكرا. ها شكرا على الاستضافه، شكرا لراديو بلوس. كنتمنى انه نكون تواصلت مع المستمعين، وكنتمنى انه كنت وصلت بعض الافكار. وديما كنقول بانه الواحد الاختيار ديال الخدمه ديال البلاد هو اختيار من اي موقعين كان، وماشي بالضروره نكون عمده ولا واحد يكون عمده باش يخدم بلاده. كل واحد يخدم من الموقع ديالو، ولكن بغيت نقول للجميع بانه كل واحد يكون عنده طموح باش يوصل للمواقع المسؤوليه، ياك باش نخدموا بلادنا. شكرا على الاستضافه. واكيد انه الخدمه ديال الوطن هي الهدف الاول والاخير ديال اي مواطن عنده غير على هذه البلاد هذه. يعني كل الشكر ليك على الاستضافه ديال راديو بلس هنا في مدينه طنجه، فؤاد العمري عمده مدينه طنجه. شكرا لك مره اخرى. شكرا لك. شكرا لك. الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الكرام. نلتقي الاسبوع المقبل وجري اخر او جري لحد الان مازال ما عرفنا شكون اللي غيكون معنا ضيف او ضيفه على برنامج كم الأسبوعي اللي أكيد بديتيو كتعودوا عليه، لمن يجرؤ فقط ليس للجرأة حدود. هذه تحياتي بشرى الضو، تبقوا على خير.